قد كان عمرك لما خبرتهم عن حقيقة هويتك الجنسية؟ على 17 años. في عمر 17. تقبلوا؟ Al principio بدأ الأمر. Mi madre sin problema. أمي لم تكن لديها أي مشكلة. Mi padre le costó ولكن poco, pero أبي ربما والدي ربما كانت لديه بعض المشاكل. نعم. كيف تعرفت على نيكولا؟ Bueno, lo conocí en تعرفت إليه. Tengo un negocio. أملك. Tengo un bar. ملهاً ليلياً. وتعرفت إليه هناك في ملهي الليلي. شو بيشتغل خافير؟ خافي شغله الأساسي هو مدير ببنك. مدير ببنك. وشغله السنوي عنده بيملك ملهى. صحيح. وتعرفته هنيك. صحيح. كيف صار اللقاء؟ مين بادر إلى الآخر؟ أنا كنت صار لي تقريبا شهرين أو ثلاث شهور بمايوركا، وبعد ما كنت بعدني عم ظبط يعني وضعي وين وعم بسكن وكل شيء. فالنهار اللي قررت انه اظهر الاسهر فيه اول مره كنت بظهر من على بار او باب، فرحت على هذا البار كان لانه اقرب شيء على بيتي، وانا عم بفتح الباب من برا كان هو عم يظهر، وصار في هذا الكليك بال يعني صار في شيء بالعيون. ولما رجع هو فات لجوا بعدين خبرني انه قال له لرفيقه شفت حدا كثير عجبني وهيك، وصرنا نطلع ببعض. بعدين هو جيت انا بدي فل حط لي رقمه بايدي، كتب رقمه على ورقه واعطاني اياه. هو فكر انه انا ما راح احكي، بس رجعت حكيت. خافير اسمح لي اقول لك انه المشاهدين هن وعم بيتابعوا هذه الحلقه، البعض منهم عنده فكر منفتح يتقبل هذا الحوار، ولكن هناك عناوين كبيرة عند البعض الآخر هني وعم بيشوفوا. البعض بيوصف هذا المشهد بالإشمئزاز، المقرف، الحوار يلي ما له لا قيمة دينية ولا قيمة أخلاقية ولا قيمة مجتمعية. دي فاكتو هيدا موجود يعني كمجتمع. أنت بتعرف هيدا الشيء؟ تعرف رأي المجتمع المقسوم؟ وكيف تقارب هذه الآراء؟ con respeto. أحترم كل الآراء. فقط. con respeto porque al final. أحترم كل الآراء. las opiniones personales de cada uno. الشخصية لكل. entiendo que a veces son difíciles. فرد هي صعبة. son argumentos que las personas tienen en sí. yo sé que es difícil. يستعملها الشخص، ومن الصعب أن يتفهم الناس ما تعيشه أو ما عشته خلال سنوات أو ما يعتبره البعض شاذ.